طابت أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوارات بيئية. هذا البرنامج الذي يأتيكم في إطار فعاليات مجلة أفاق البيئة والتنمية الهادفة إلى فتح نقاشات مفيدة ومهنية للوصول إلى قضايا أو للتأثير في مختلف القضايا البيئية التنموية والوصول إلى سياسات مستدامة في هذا الجانب. هذه الحلقة تأتيكم كالعادة بالتعاون مع تلفزيون وطن من إنتاج مركز العمل التنموي معا، ومن التعاون أيضا مع مؤسسة هيرشبل الألمانية. نرحب بضيوفنا بداية في هذه الحلقة التي سنركز الحديث فيها على مكب زهرة الفنجان، والملف الذي يتبلور حاليا هو تبلور فعلا حول وجود مخالفات وشبهات فساد في إدارة هذا المكب، مكب زهرة الفنجان. للحديث أكثر أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، دكتور عزم الشعيبي مستشار ائتلاف أمان، مرحبا بك دكتور. أرحب كذلك بالسيد مراد المدني المستشار القانوني في سلطة جودة البيئة، مرحبا بك أستاذ مراد. أرحب أيضا بالسيد جعفر صدقة صحفي وأيضا من قرية عنزة في جنين، وهو قريب أو هذه القرية قريبة من مكب زهرة الفنجان، مرحبا بك جعفر. مرحبا. نبدأ من سلطة جودة البيئة. مكب زهرة الفنجان أصيد الكثير من الحبر حوله في الأيام والشهور الماضية، المعلومات كانت شحيحة في السابق، لم نعرف ولم يعرف الجمهور ما الذي جرى وما الذي يجري. الآن بحاجة لمعرفة ما الذي جرى بداية في هذا الموضوع. حقيقة كان سلطة جودة البيئة التزمت الصمت منذ بداية إثارة القضية ضبط الشاحنتين اللي كانت خارجتان من مصانع قشورين، منطقة صناعية غرب مدينة طول كرم، منطقة صناعية الإسرائيلية، باتجاه مكب زهرة الفنجان، وذلك لأنه كان الموضوع كله برمته محل تحقيق من نوعين، تحقيق الأول هو تحقيق قضائي تتولاه النيابة العامة، والتحقيق الآخر هو تحقيق إداري تولاه مجلس الوزراء بقرار رئيس مجلس الوزراء. ما حصل أنه في يوم 11 شهر من شهر نيسان عام 2016 وصلت معلومات لدينا لدى سلطة جودة البيئة أنه في هناك تحضير لعملية نقل النفايات من المنطقة الصناعية قيشوري إلى الأراضي الفلسطينية. كان هذا في ليلة أو في مساء يوم 11 نيسان 2016، فعلى طول في هذاك اليوم قمنا بإجراء التحضيرات اللازمة حتى إننا نقدر نضبط هذه الشاحنات اللي راح تطلع من منطقة قيشوري الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها. تم التنسيق مع المباحث الجنائية في محافظة طول كرم، وتم إعلام تلفزيون فلسطين من أجل ضبط هذه الشاحنات لتوثيق الانتهاك الإسرائيلي الذي كنت تعرف مسبقا بكل هذه العملية حتى أنه تنسقوا مع التلفزيون. كنا نعرف، وصلتنا معلومة أنه في تهريب نفايات من الجانب الإسرائيلي باتجاه الأراضي الفلسطينية، فقمنا باتخاذ يعني العدد التهريب بيكون في وقت كبير حتى أنه الناس تعرف وتشك في الموضوع. يعني هذه مصانع تنتج كميات كبيرة من النفايات، يعني وصلتكم معلومات انتم؟ وصلتنا معلومات انه في نفايات بده يتم اخراجها من منطقة قيشوري باتجاه الاراضي الفلسطينية. طيب بعد الفحص ايش تبين؟ خليني اكمل لك الرواية. قمنا باتخاذ الاجراءات من اجل ضبط هذه الشاحنات من اجل توثيق الانتهاك الاسرائيلي، لانه احنا لما يكون النفايات خارجة من منطقة صناعية زي قيشوري اللي احنا بنعرف انه فيها مصانع كيماوية، فيها مصانع اسمدي، فيها مصانع اصبغة، فيها مصانع كرتون، فيها مصانع بلاستيك، فيها مجموعة كبيرة من الصناعات التي تصنف بانها صناعات خطرة والتي لا بد ان ينتج عنها نفايات خطرة. وبما ان احنا اعضاء في اتفاقية بازل اللي هي اتفاق اللي انضمينا إلها في الثاني من نيسان من عام 2015، أصبحنا عضو فيها، واللي هي تتعلق بحركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، معناته إحنا أصبح علينا واجب كدولة فلسطين أن نوثق الانتهاك حتى نعلم اتفاقية بازل به. إذا لم نوثق الانتهاك فسوف تستغل الجانب الإسرائيلي بالإدعاء علينا بأننا لا نضبط حدودنا وإنه إحنا اللي بنكون بخرق الاتفاقية. طيب تم التوثيق، كنا في صباح ذاك اليوم اتخذنا الإجراءات، نسقنا مع المباحث الجنائية وانتظرنا إتمام خروج الشاحنات من منطقة الصناعية قيشوري. بالمناسبة لا يفصل المنطقة الصناعية قيشوري عن مدينة طول كرم إلا شارع فقط،
شارع هو اللي بيجي خلف منطقة جامعة خضوري باتجاه معبر الطيبي ومنه أيضا باتجاه معبر نتانيا. والشاحنات لما طلعت من معبر نتانيا، معبر نتانيا اللي هي بفوت مباشرة بعد ما تطلع الشاحنات من المصنع تطلع على معبر نتانيا، مجرد ما طلعت من بوابة معبر نتانيا أصبحت في أراضي طول كريم، ما في فاصل. انتظرناها على مسافة ممكن 500 متر من المعبر، كان معنا الشباب من الباحث الجنائية، مجرد ما خرجت الشاحنات قمنا بتوقيفها. هنا كانت المفاجأة، وتفاجأنا احنا كصلة جودة البيئة بانه لما الشوفارية نزلوا من الشاحنة ادلوا باقوالهم بسرعة انه احنا شو يعني انه ما فيش اشي، احنا مش قادرين نعمل اشي، احنا هاي النفايات ماخدينها على زهرة الفنجان. كانت بالنسبة لنا صدمة انه هل انت بالفعل ماخد هاي النفايات على زهرة الفنجان؟ انت نسقت مع ادارة زهرة الفنجان؟ انت ما كنت بتعرفوا لسه شو محتوياتها؟ لا لا، احنا كل اللي بهمنا انه في نفايات بدها تطلع من قشوري، كل الأحوال نفايات بدها تطلع من قشوري منطقة صناعية، صناعات كيماوية وصناعات خطرة، بالضرورة بالنسبة لإنها هي نفايات خطرة طبعا بتحتاج للكشف العيني ومن ثم الكشف المخبري. طيب عشان نمشي احنا في التفاصيل، يعني احكي لنا شو اللي صار بعدين في المحصل، ايش توصلتوا؟ هلا احنا لما عرفنا انه هاي الشاحنات ما رايحة باتجاه زهرة الفنجان وكانت بالنسبة لنا مفاجأة كبيرة، طلبنا من إحدى الشاحنات إنها تكمل طريقها حتى نتأكد إنه بالفعل هاي الشاحنة رايحة على مكب زهرة الفنجان. إحنا كان في عنا اعتقاد إنه هاي الشاحنات طالعة تفرغ في الأراضي الفلسطينية المفتوحة، يعني مناطق مفتوحة، جبال أو وديان أو سهول أو أي منطقة خالية تفرغ فيها نفاياتها. ما كان عنا اعتقاد إنها راح تفرغ بمكب رسمي فلسطيني معتمد لدينا كحكومة. أكملت الشاحنة طريقها ودخلت مكب زهرة الفنجان ووزنت. لما قامت بعملية التوزين وانتقلت من مكان التوزين لمكان التفريغ المفروض انها تفرغ فيه، اعلن انه احنا بسلطة جودة البيئة، تخلنا كسلطة جودة البيئة واعلننا انه هون في مخالفة. في هذا الاثناء دخل الحرس، صارت في جلبي، صار في نوع من الاخذ والعطاء وايش بدي اسميها، نوع من الفوضى في داخل المكب. استغل السائق هذا الفوضى وكان بإفراغ حمولته في المكاب، ومن ثم دخل تلفزيون فلسطين ودخلت المباحث الجنائية ودخل كذا. بعد ما دخلت الشاحنة وبعد ما وزنت الشاحنة وبعد ما صارت مستعدة لإفراغ حمولتها. طب احنا عشان يعني بدنا يعني نسرد كل هاي المعلومات، يمكن مش راح نخلص الحلقة، بدنا كمان حلقتين، لكن في النتائج لإيش وصلتوا؟ في النتائج اتحول الملف للنيابة لأجل التحقيق فيه، أخذت إفادات السائقين، من خلال إفادات السائقين أصبح لدينا متهمين آخرين، تم استدعاء المتهمين الآخرين، في منهم حضر وفي منهم لم يحضر، تم توقيفهم واستمر التحقيق القضائي ما يقارب الشهرين أتوقع، ومن ثم حاليا القضية برمتها أمام القضاء، أمام محكمة بداية طول كريم، أي انتهى التحقيق الجنائي، أصدر النائب العام قرار الاتهام أو لائحة الاتهام باتجاه كل الناس المتورطين في هذه القضية. رح نحكي بالتفاصيل عن ما ورد في لائحة الاتهام، لكن هنا جعفر أنت من الناس اللي جاوروا هذا المكب وعاينتم الأضرار كمواطنين وسكان، ممكن تحكي لنا إيش الناس اللي بتعيش هنا كيف بتعاني من هذا الموضوع؟ أولا يعني شكرا أخي فراس على هذه الفرصة، يعني استمعت لما قاله الصديق من وزارة البيئة. ابتداء توصيف هذا الحادث بأنه انتهاك منذ البداية انتهاك إسرائيلي، يعني توصيف غير واقعي. ثانيا أن يقال أنها تفاجأنا أو أن توجه هذه الشاحنة إلى مكب زهرة الفنجان شكل لنا مفاجأة كبيرة، أيضا هذا غير واقعي. ليش؟ من جهة رسمية مسؤولي وهي المسؤول الأساسي عن هذا الملف وهذا الموضوع، لسبب أن هذه الشاحنتين أو هذه الحادثة هي يعني ما كشف وما ظهر وما لم يكن بالإمكان إخفاؤه
ولكن العملية هي منذ فترة طويلة، ونحن ننبه أن هناك شاحنات إسرائيلية ومن مستوطنات تدخل إلى مكب زهرة الفنجان، وأنا شخصيا تابعت يعني لاحقت إحدى السيارات إلى داخل إلى 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 مدخل المكب في منذ فترة طويلة. فهذا الأمر ليس جديدا ولا ومن غير المقبول أن يشكل مفاجأة، أن يقال أنه كان مفاجأة. على كل حال، وبالتالي هذه الحادثة أو يعني المشكلة على خطورتها أن تضبط شاحنتين تأتيان من منطقة صناعية إسرائيلية وتحمل مواد خطرة أو غير خطرة، هذا بحد ذاته يعني مأساة وكارثة. ولكن ليست هذه كل المشكلة، المشكلة أكبر من ذلك بكثير. هناك يعني المشاكل لا حصر لها، ولكن تنبع من أربع مشاكل أساسية ورئيسية. المشكلة الأولى، هذا المكب بقرار مجلس الوزراء هو أنشئ وجهز بطاقة استيعابية لكي يخدم محافظتي طوباس وجنين. اليوم يستقبل من المحافظات. الآن النفايات الصلبة تواجه مصاعب ومشاكل جمة في كل المحافظات، وأسهل الحلول في رام الله، في طول كرم، في قلقيلي، في نابلس، وهناك يعني وقائع محددة سواء فيما يتعلق بمكب رام الله أو بمحطة الفرز في شرق نابلس. الترحيل الحل الأسهل هو الترحيل إلى زهرة الفنجان، وبالتالي أصبح هو المحطة لكل يعني النفاية معظم محافظات الضفة باستثناء أعتقد بيت لحم والخليل في جنوب الضفة بحب المنيا. هذا أول، دون أي اهتمام على الأقل حتى لو قبلنا ذلك لم يعني ما كان في هناك أي جهد لتعزيز إمكانيات المكب لاستيعاب هذا الكم الهائل من النفايات من كل المحافظات. شو نتج عن هذا الإشي أنت كأبناء هذه القرية؟ لا، دعني أعد المشاكل أولا ومن ثم ماذا نتج. نعم. وما هو المطلوب. المشكلة الثانية، هناك إجراءات فنية تتعلق بالتمر. في وفق التعليمات التمر يجب أن يتم كل 48 ساعة على الأكثر، لكن ما يحدث أن التمر يتم كل أسبوع وكل 10 أيام وكل أسبوعين. على هذا الكم الهائل من النفايات تخيل ماذا يحدث. ثالثا، ثانيا بما يتعلق بهذه الأمور الفنية، التمر يتم على عمق، يجب أن يتم على عمق 15 إلى 20 سنتي. ما يتم أنه يتم التمر على عمق، رغم أنه يأتي متأخرا، يتم التمر على عمق 5 سنتي وأقل، وهذا أيضا كارثي. هذا فيما يتعلق في المسألة في المسألة الفنية. أيضا المشكلة الثالثة فيما يتعلق فيما يستقبله المكب من مخلفات. هناك تعليمات واضحة جدا بأن يعني تحدد ما هي المخلفات التي يجوز استقبالها في 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 طبيعة النفايات في المكب. لكن ما يحدث على أرض الواقع أنه يستقبل كل أنواع النفايات، نفايات خطرة من سواء من إسرائيل أصلا، لا نفايات خطرة ولا نفايات غير خطرة مسموح بها أن تأتي من إسرائيل. إذا كان هناك احتجاج على نفايات تأتي من رام الله، أفلا يكون هناك احتجاج وثورة ضد استقبال نفايات من إسرائيل؟ فما بالك إذا كانت نفايات خطرة. هذا ثانيا، النفايات الطبية، وزارة الصحة يعني المستوى الإهمال الذي تمتاز تتصف به وزارة الصحة في هذا الجانب دليل على أقصى درجات التسيب، أقصى درجات الاستهتار، أقصى درجات يعني الاستخفاف بصحة البشر وصحة إذن هنا يعني محاور عديدة. يضاف لها أخي فراس، يضاف لها ما بات شبه مؤكد من فساد. أصلا كل هذه المخالفات هي تعبير عن فساد مالي وإداري. إيرادات المكب 100 مليون شيكل باعتراف مجلس الإدارة، محمود كميل، غسان كبهة، وأيضا من شارك بالجلسة أمان أقروا بأن هناك إيرادات. طيب. وين بتروح هذه؟ وضحت الآن هذه تساؤلات. النتائج،
راح نحكي في 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 هذا الموضوع النتائج وتأثيره على السكان، لكن هون دكتور عزمي نحن أمام يعني تفرعات عديدة، مشاكل من عدة الجوانب مركبة. بالضبط مشكلة مركبة في هذا الجانب، لكن دعنا نتحدث عن الإشكالية. آخر إشكالية عقدتم جلسة في أمان حول هذا الموضوع، كانت المعلومات شحيحة، الآن الصورة باتت ربما أوضح بالنسبة لكم. ما المعلومات التي توفرت لديكم إذا ما أردنا أن نكمل على ما تفضل به السيد مراد والسيد جعفر؟ اليوم تأكدنا في أمان من خلال المعلومات التي تم جمعها من خلال ورشة أمان وما بعد ورشة أمان أن هناك ثلاث إشكاليات يعني رئيسية. الإشكالية الأولى بتتعلق في دور وزارة الحكم في الإشراف على مجالس الخدمات المشتركة، الحكم المحلي، الحكم المحلي، حيث أنه هذه المجالس حتى اليوم لا تعمل وفق أنظمة إدارية ومالية معتمدة من مجلس الوزراء، رغم أنه صار لها فترة موجودة وشغالة. الإشكالية الثانية بتتعلق بدور الإشراف الفني على المكب لإلزامه باحترام المعايير الفنية اللي وضعتها لأحكام قانون سلطة البيئة رقم 7 لعام 99، واللي هي يعني معايير محترمة وفنية ومبنية على أسس علمية تطرق لبعضها جعفر. نعم، هذه المعايير أحيانا بسبب الحاجة والضغط الناتج عن زيادة الكميات الموردة إلى المكب، واللي مجلس إدارة المكب اعترف في جلسة أمان أنه مورست عليه ضغوطات كبيرة من قبل جهات رسمية فلسطينية، كانت وزارة الحكم المحلي أو سلطة البيئة، أنه بهمش استقبلوا لأنه إذا ما استقبلتوا هاي المخلفات في عنا مشكلة في المنطقة الوسطى وفي منطقة نابلس تحديدا، من هال لحد ما نأمن مكبات بدكم تتحملوا. وهذا ما واكبوا تطويرات فنية في المكب ليستطيع أنه يستوعب هذه الكميات. الموضوع الثالث هو بتعلق بحقيقة قانون قرار بقانون بشأن موضوع تقديم الخدمات في المستوطنات لعام 2010، واللي بيمنع تقديم أي خدمات للمستوطنات أو المؤسسات القائمة في هذه المستوطنات، واللي اتضح بشكل واضح أن هناك شركة قادها شخص من منطقة بلد بلاطة اللي هو المدعو راضي عسود، وهذه الشركة قامت بالاتفاق مع مدير المكب بنقل نفايات من داخل المستوطنات وأحيانا من داخل إسرائيل إلى المكب. هون حصل التباس أو جرى استغلال موافقة سابقة لسلطة البيئة لإدخال بعض المواد الضرورية. في شاحنتين كان في، لا كان في موافقة بالسابق من سلطة البيئة مبدئية إنه إدخال الأشجار وبعض نتائج الأخشاب اللي ممكن تنضاف على العصارة اللي موجودة بحيث تقلل المخاطر الصحية، ولكن تحت هالمسمى هذا جرى إدخال المواد الخطرة تحت شعار إنه في موافقة عليها. هذا كيف تأكدتم منه دكتور؟ تأكدنا منه أن نتائج التحقيق التي أجرتها النيابة ونتائج الفحص اللي عملته سلطة البيئة، وباطلاعنا على نتائج التحقيق بالدين بشكل واضح أو تتهم بشكل واضح مدير المكب وشركة العسود على أنه قاموا بالتآمر على إدخال هذه المواد مستغلين يعني الموافقة المبدئية حول إدخال الأشجار وبعض الأخشاب، ولكن الطرفين كانوا بيعرفوا أن هم عم بنقلوا مواد مخالفة لقانون البيئة ومواد مخالفة لأحكام قانون تقديم الخدمات للمستوطنات، وبالتالي يعني الموضوع أصبح مركب. يعني موضوع المستوطنات موضوع قائم بحاله، وهذا سيحال إلى محكمة خاصة في منطقة جنين، محكمة بداية جنين، وهذه تهمة قائمة بحالها مخالفة لقانون منع تقديم خدمات المستوطنات، والتهم الثانية هي مخالفة لقانون البيئة اللي هي أشار إلى الزميل في طول كريم حتكون حول موضوع مخالفة أحكام قانون البيئة الفلسطيني. طيب هون أستاذ مراد عدة قضايا عدة نقاط، دعنا نبدأ في البداية من موضوع نفايات المستوطنات ومن داخل إسرائيل. تحدث جعفر هذه القضية أنتم أمسكتم بها وأعلنتم عنها الآن في ملف وفي قضية في المحكمة، لكن هذا الحكي بصير من زمان. بالعام 2015 ده جميع بيتذكر
تم ضبط أيضا شاحن متوجهة من مستوطنة بركان باتجاه مكب زهرة الفنجان. وبالمناسبة في شهر 9 من هذا العام في جلسة أول جلسة من جلسات المحاكمة باتجاه هذه القضية، طبعا جرى فيها تحقيق نيابي واتخذت إجراءات قضائية في هذا الاتجاه، وأيضا اتخذت إجراءات إدارية في هذا الاتجاه من أجل ضمان عدم دخول شاحنات أو عدم تهريب نفايات خطرة إسرائيلية إلى مكب زهرة الفنجان. سلطة جودة البيئة ليست طرف وحيد في عملية ضبط النشاطات الغير مشروعة اللي ممكن تصير باتجاه البيئة الفلسطينية بشكل عام، ومن ضمنها مكب زهرة الفنجان. لذلك لما بيكون في شراكة من المواطن والأجهزة والمؤسسة الرسمية بيكون في نتائج. اللي صار لما ضبطنا الشاحنة القادمة من بركان كانت بإعاز من الضبط الجمركية. ضبط الجمركية رصدت هذه الشاحنة خروجها من بركان، أعطت إعاز لمكتبهم في جنين، مكتبهم في جنين أعلم سلطة جودة البيئة، قمنا بالتصرف. إذن هو قد يكون في علم لسلطة جودة البيئة أنه بحدث مخالفات، ولكن المهم أن تقوم بعملية ضبط هذه المخالفات. ما بيجوز أنك تروح للقضاء وتقدم له وتقول له انه انا بسمح في مخالفات، لازم تقدم له ملف متكامل ملف قضيه. نقطة عشان هي اخرى المراد طرحها جعفر، انه يعني الموضوع بيتعلق بالطاقه الاستيعابيه لهذا المكب، تم اغلاق كل المكبات العشوائيه في المناطق التي يستقبل منها زهره الفنجان مقابل انه هذا المكب يحتوي كل هذه النفايات، لكن في المقابل تحدث جعفر وهو من المنطقه القريبه من زهره الفنجان ولاحق هذا الموضوع في اكثر من مره. المكب في عده امور مخالفه والشروط الفنيه غير متبعه كما يجب، دوركم في هذا الموضوع. بس انا بدي اكد على موضوع استاذ جعفر، هذا انتهاك، مجرد خروج نفايات اسرائيليه من سواء من المستوطنات او من اسرائيل باتجاه الاراضي الفلسطينيه هذا انتهاك اسرائيلي. هذا معروف حتى شوف باتفاق، حتى لو كان باتفاق مع افراد فلسطينيين هذا بوفق اتفاقية بازل، هو انتهاك ترتكبه الجانب الإسرائيلي باتجاه البيئة الفلسطينية، وإحنا علينا أن نأخذ دورنا كفلسطينيين من أجل مواجهة هذا الانتهاك. وأنا بقول لما نأخذ دورنا كفلسطينيين أستاذ عزمي هذا معناته كلنا إحنا كفلسطينيين. هذا واضح، وأنتم أرسلتم مذكرة بهذا الجانب. نعم، وفي تطورات أمام اتفاقية بازل حول هذا الموضوع، اتفاقية بازل على اتصال معنا وعلى اتصال مع سفارتنا في جنيف حول هذا الموضوع، والموضوع يثار بشكل دولي. طب بالنسبة للقضايا الداخلية المتعلقة بالمكب، القول انه هذا المكب انشئ فقط من اجل خدمة طوباس وجنين، اذا احنا بنتصفح النظام الداخلي لمجلس الخدمات المشتركة بنشوف انه النظام الداخلي بيعطي المجال لمجلس خدمات مشتركة جنين وطوباس بانهم يقوموا بعمل تعاقدات مع اي هيئات محلية اخرى خارج اطار المجلس من اجل استقبال النفايات، لكن مقابل مراعاة الشروط الفنية. أوكي، طبعا الشروط الفنية هذه شيء أساس. وإذا إحنا بنراجع الاستراتيجيات والسياسات المقررة فلسطينيا في اتجاه إدارة النفايات الصلبة في فلسطين، بنجد إنه استراتيجية إدارة النفايات، الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة تقر بإنه الضفة الغربية يجب أن يقام فيها 3 إلى 4 مكبات نفايات إقليمية. مكب زهرة الفنجان يخدم منطقة شمال الضفة الغربية، مكب رامون يخدم منطقة وسط الضفة الغربية، مكب المنيا يخدم جنوب الضفة الغربية، بالإضافة للمكبات الواجب إقامتها في قطاع غزة. ما حصل إنه التسويف، نحن ما زلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي يقبع على ويعني بيمسك بزمام كل الأمور الإدارية. هلا
الاحتلال الاسرائيلي. لا لا طبعا طبعا لا بس انا هذه النقطه بدي اشير لها. الفتره الاخيره ما عاد في مشكله اسرائيليه في مكب رمون الداخلي، ولكن بس 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 المشكله الاسرائيليه استمر عمرها 10 سنوات. نعم صح 10 سنوات من التسويف والمماطله وتطويل الاجراءات والتاجيل والضغط على الجانب الفلسطيني من اجل القبول ببعض التسويات و و و اخيرا تم الحصول على الموافقه البيئيه. طبعا الواقع المحلي او المجتمع المحلي الفلسطيني نعم من حقه انه ياخذ توضيحات، من حقه انه يحصل على كامل حقوقه من ضماناته والتاكيدات من انه ما يصيرش في عنده اثار بيئيه. لذلك موضوع رام الله والبيري، موضوع رام الله مش موضوعنا، مش موضوعنا في هذه الحلقه. لكن هون جعفر انت يعني لما كان يتحدث عن موضوع المكابو انه مش مخصص فقط لجنين وطباس وموضوع المستعمرات يعتبر انتهاك، هذا ما فيش فيه علي خلاف، كان هذا الحكي مش يبدو يعني مش عاجبك لدرجه ما. ليس المقصود الدفاع مثلا يعني تبرئه اسرائيل من هذه من هذا ما فيش عليه خلاف، هذا موضوع ما فيش عليه خلاف. الاخطر ان يتم الموضوع وفق اتفاق مع اطراف فلسطينيه ومش افراد، يعني وسط فحوى ما يتم الحديث عنه هناك يعني اتفاق مع يعني مع مؤسسات زي مين؟ مجلس الاداره بيعرف، مش القصه مش قصه شواهني يا اخي، المحافظه يعني بتحكي عن مؤسسه يعني. بتعرف يعني لا تقول لي انه محافظه جنين ما بتعرف فيه يعني على امتداد انا ما بحكي عن محافظ بيعرفوا محافظين ما بيعرفوا في هذا الكلام، مجلس الاداره المشترك مجلس الخدمات المشترك ما بيعرف في هذا الكلام، غيره من المؤسسات ما بيعرف في هذا الكلام وتحت نظرهم هذا الكلام. يعني هذا ارجوك يعني انا اسف اخي مراد، هذا في تحقيق استاذ مراد اظهر خلينا يعني نقطه اظهر تحقيق وجود ارتباط مؤسسات فلسطينيه بشكل رسمي في هذا الموضوع. التحقيق الاداري كان بنصب على استخلاص العبر والنتائج من كل هذه الحادثة باتجاه إصلاح وتصويب الوضع الحاصل. طب إيش تبين أنه في موافقات هلا رسمية؟ لا أنا الكتاب الرسمي الموجود بين إيدي هذا هو كتاب محافظة جنين لرئيس مجلس الخدمات المشترك لمشروع إدارة النفايات الصلبة، بيعلموا برفض استقبال أي نفايات إسرائيلية تحت أي مبرر أو مسمى كان بالمطلق. دكتور عزمي شو بالمطلق خلينا أقول أنه كنا بنتمنى انه التحقيق يكون شوي قاسي على المدير المكب ويتم القاء القبض على مسؤول شركة اللي هو راضي اسود، لانه هو المتهم الرئيسي اللي هو انا بعتقد علاقته مع الجانب الاسرائيلي. ولكن عدم القاء القبض عليه او عدم النجاح في اعتقاله والتحقيق معه ابقى التحقيق كله محصور على مدير المكب. مدير المكب يبدو وكأنه يعني مورست عليه ضغوطات أثناء التحقيق من خارج خارج التحقيق، وبالتالي بالنهاية لم يعترف على أي مسؤول رسمي آخر أنه هو تعاون معاه أو كان يعني فيه يعني ارتباط. فهو غطى أنا في رأيي، وهون تيجي مسؤولية مجلس الإدارة. مسؤولية مجلس الإدارة، كان الكلام في الأول يقولوا أنه في موافقة من سلطة البيئة، الموافقة تبعت سلطة البيئة كانت واضحة على 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 شيء محدد أنه يستخدم لمصلحة المكب، استخدم هذا كموافقة استخدم للتغطية أمام الأطراف خلق من جانب نعم يعني استخدم استخدام سيء، وتم التغطية أمام العمال والموظفين أنه إحنا معنا موافقة من سلطة البيئة، ولكن المحافظين يعني كانوا بيعرفوا الحقيقة والمنطقة كانت بتعرف. أنا بستغرب أنه مجلس الإدارة كمان اللي إجوا على أمان قالوا أنه هنا ما بيعرفوا، وإذا بيعرفوا وإذا بيثبت أنه هن كانوا متورطين فهم يتحملوا المسؤولية. هون بيجي دور وزارة الحكم المحلي اللي هي مسؤولة عن مجالس الخدمات المشتركة، اللي لليوم هذا المجلس لا يوجد لديه نظام مالي ولا نظام إداري، ولا يوجد حتى الآن حتى ديوان الرقابة المالية والإدارية قال أنه رغم أنه هذا المجلس هو جزء من وحدات الحكم المحلي ولكنه لم يقم بأداء أي تقرير خاص بالمكب. يبقى الإشراف الرسمي
من قبل مؤسسات رسمية مطلوب منها تراقب على سياساتها. هي حطت سياسة البيئة وهي حطت سياسة موضوع المستوطنات ومنع الدخول من داخل المستوطنات، أي مش بس الخطوة يجب أن تراقب على كل ذلك، يجب أن تراقب على ذلك. لذلك نعم في مسؤولية فردية وفي مسؤولية عامة. المسؤولية الفردية المحكمة ستقرر من هم الأشخاص، وأنا بتأمل أن مدير المكتب يعني يقدم ما لديه من معلومات حول الأشخاص الذين كانوا على علاقة بهذا الموضوع، ونطالب سلطتنا بالطلب من إسرائيل إذا كان السيد راضي عسود هارب عند إسرائيل أن يقوموا بتسليمه، لأنه هو الشخص الذي كان يعني يدير العملية مع المدير المكتب. طيب تفضل أستاذ مراد سريعا لو سمحت. سريعا، أنا لا أقر بوجود أي مسؤول أو محافظ يوافق أو يقبل أو أعطى غطاء من أجل استقبال نفايات. أنت تقول هذا من خلال نتائج التحقيق ولا من خلال حتى يعني نتائج التحقيق لم يتضح فيها أنه في غطاء، التحقيق الإداري أنا بقول لم يتضح فيها بوجود أي غطاء رسمي بإدخال نفايات إلى ركاب زهرة الفنجان، وإلا كان اتخذ إجراءات ضد أي جهة رسمية. اسرد لنا النتائج سريعا لو سمحت. النتائج كبيرة، نتائج أبرز التوصيات. التوصيات نشرت بجوز على 10 صفحات كلها تتصب في موضوع تطوير إدارة مكاب زهرة الفنجان، موضوع النظام المالي، موضوع النظام الإداري، موضوع النظام الفني، موضوع حظر إدخال السيارة شاحنات النفايات الصلبة، شاحنات النفايات الإسرائيلية، اتخاذ إصدار أنظمة مثل نظام إدارة النفايات الصلبة، نظام إدارة النفايات الخطرة، تطبيق نظام إدارة النفايات الطبية. توصيات من 10 صفحات، لكن النتائج التي أسفر عنها ناس محددين. المسائل يعني هو في شخص واحد يعني تدور الآن محاسبته، لكن من خلال مجريات القضية يبدو أن هناك عدة أطراف. هلا في الموضوع المالي والإداري، في الموضوع المالي والإداري توصية كثير مهمة، وهي توصية باتجاه ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل فتح وفحص كل الملفات الموجودة لدى زهرة الفنجان. إحنا حصلنا بلجنة التحقيق حصلت على ملفات كثيرة، ولكن هي مش جانب مالي تقدر إنها تدقق، لذلك حولت كل هذه الملفات لديوان الرقابة المالية والإدارية، وطلبت منه وبرسالة الأمين العام اللي وزعت لدى كل المؤسسات الرسمية، كل مؤسسة تحدد فيها بالضبط شو الواجب لازم تكون فيه. ديوان الرقابة المالية والإدارية طلب منه بأنه يكون بدوره بعملية مراجعة كل السجلات المالية والإدارية. هلأ المحاسبة بعينها يجب أن تتم أمام القضاء، يعني طيب السؤال الآن لحين قرار قضائي، وممكن هذا الأمر يستغرق وقت طويل، كيف راح يتم يعني إصلاح الخلل في هذه الفترة؟ تنفيذ توصية مجلس الوزراء، تنفيذ كامل التوصيات. متى سيبدأ التنفيذ؟ احنا بدورنا سلطة الزوجة. طيب لماذا لا تنشروا هالتوصيات؟ التوصيات مش سرية. طب انشروا. طب خلينا نشرها للنشرها مثلا. اتوقع اذا بتطلبها من مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يزودك فيها بدون اي تحفظ. طلبتها من مجلس الوزراء. لماذا لا تنشر هالتوصيات؟ لانها هي توصيات، هي قرار، هي قرار من مجلس الوزراء باتجاهنا، هل باتجاه سلطة البيئة. طبعا انتم حصلتم عليها. هل القضية بهذا العنوان؟ ما في، ما حدا قال انها سرية بهذه الخطورة. تحولت الى قضية رأي عام، مجلس الوزراء ينتظر طلبها من 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 المهتمين. ما حدا قال انتم في سلطة البيئة عندكم استعداد تنشروها. في سلطة البيئة عندكم استعداد تنشروها؟ حصلتم على نسخة انتم في هذا الجانب؟ ما اعتقد انه في مشكله بعمليه نشرها، لانها هي اصلا توصيات كلها بتتجه نحو تطوير اداره مكاب زهرة الفنجان. ولكن الاساس يجب طلبها من مجلس الوزراء، لانه هو صاحب الثقافه اللي قلت عنها. هي صاحب الثقافه. لكم تجربه مع مجلس الوزراء؟ مقتنع، كل الاشخاص مقتنعين ان هذه معلومات يجب اعطائها للمواطن، ولكن عمليه لا تعطى. لماذا لا تعطى؟ ما في مشكله انها لا تعطى. عندنا القرار في مؤسساتنا مربوط المسؤول. أنت لا تستطيع أن تعطيها بدون موافقة الأخت عدالة. لا، لأنه في قانون خدمة مدنية بيحكمني، بشتغل في إطاره. معلومات عامة، معلومات تهم الجمهور. قانون البيئة في المادة 2 فقرة 3 قصد المادة 3 فقرة 2 ينص بشكل واضح وصريح، وبجوز هو القانون الفلسطيني
الأوضح أو الوحيد اللي بنص على حق المواطن الفلسطيني بالحصول على المعلومات. لكن عمليا هذا غير مطبق. عمليا يوميا أو أسبوعيا أو شهريا توصلنا طلبات الحصول على معلومات. طيب ونزود المواطن الفلسطيني فيها. طيب أكثر من هيك هل مش راح نناقش كثير في هذه النقطة؟ لأنه يعني قضية بتهم رأي عام المفروض أنه تنشر بدون ما حدا يروح يطلبها، لأنه قضية رأي عام. جعفر، انتم الناس اللي بتسكنوا هناك، ممكن تحكينا بس باقتضاب ايش المعاناة اللي بيعانيها السكان جراء هذا الوضع؟ يعني نتائج كل هذه المشاكل والتجاوزات اللي حكيناها تتلخص بالآتي. يعني في تقريبا في ايام الصيف وتحديدا في ساعات المساء يعني بعد الظهر تنتشر في المنطقة روائح كريهة لا تطاق، لا تحتمل، من تبدأ من يعني حوالي 3 كيلومتر 4 كيلومتر جنوبا عند عجة المفرق، هي القرية أقرب لسه للمكب، ومرورا بقرية عنزة والزاوية، وطبعا في هذا من جهة الغرب ومن جهة الشرق فحمة وكفر راعي وكل القرى المحيطة حتى مفرق، يعني حتى مدخل مدينة جنين أو ما قبل يعني منطقة عرابي، هناك رائحة لا تطاق. يعني على مسافة 5 دقائق أو 10 دقائق أنت في الطريق من نابلس إلى جنين أو من جنين إلى نابلس بتمر، يعني بتكون حريص جدا أنه شبابيك السيارة تكون مسكرة، تكون يعني لا تطاق. فما بالك باللي بقطنوا هناك ويعني مجبرين انهم قاعدين في بيوتهم. هذا اول. ثانيا يعني بدنا نتعرف على انواع من الحشرات الطائرة والزاحفة لم نعرفها بصراحة. انا شخصيا عمري 48 سنة، يمكن اول مرة بتشوف، يمكن ما يمكن من عمري 5 سنين ما شفتها. هون طيب. إضافي إلى أنه أقرب يعني البئر الذي يغذي المنطقة المياه الجوفية يبعد عن المكب أقل من مسافة 3 كيلومترات. فهذا خطر على في غاية خطيرة في الاعتبار أنه جرى دفن مواد خطرة وسامة بنعرفش الفحص اللي بنعرفش الكميات اللي تعرفنا. هناك ملاحظة أخي فراس، هذا مواد سابقة كانت هذا اللي كشفتوه أنتوا وبين، لكن ما هو مخفي لا نعلم فيه. العمال إحنا جمعنا معلومات من العمال اللي في المحل، قالوا إنه هذه السيارات بتأتي من فترة طويلة، وإحنا أصلا هذا ما أكد جعفر، لأنه رواتبنا معظمها كاش بناخدها لما بيجوا هم بيدفعوا كاش على المحل، أي بمعنى أصبح حتى رزقة العمال اللي بيشتغلوا في المكب على هذه 200 شيكل و300 شيكل. إحنا بنتأمل الأستاذ عزمي أنه يعني هاي المعلومات بالنسبة لنا كسلطة بيئة كثير مهمة. شو بعمل مندوبكم في هذيك المنطقة؟ مندوب لخلينا أحكي بس خليني أعمل إشارة. بس نعطي جعفر آخر نقطة بده يحكيها. آخر نقطة، أولا المسألة أن يقتصر دور الجهات المختصة سلطة البيئة وغيرها على أنه يعني بدنا دليل حتى نتحرك، هذا مش مقبول. إن هذا مسؤوليتكم من البداية، احترازية المعايير والكذا والتطبيق ودورية ومفاجئة وكشوفات دورية ومفاجئة وفحوصات مستمرة ودائمة نظرا لخطورة لخطورة الوقت شارف على الانتهاء. جعفر، كان هناك مشكلة حدثت مشكلة وتم فحص العصارة ولم تظهر نتائج الفحوصات من سنوات هذا الكلام. حتى لكن لما أقول هل أنت موجود دائم في زهرة فنجان؟ نعم. وجود على مدار الساعة في العام 2015 في العام لوحده في عنا 18 تقرير صادر باتجاه مكب زهرة الفنجان، كلها تشير إلى المخالفات الفنية وكلها موجهة. من أي سنة؟ أنا بتكلم عن 2015 لوحدها. هذه المخالفات تم إصلاحها؟ كلها قيد المتابعة من قبل سلطة جودة البيئة مع وزارة الحكم المحلي، وكلها يبلغ فيها مكب زهرة الفنجان وإدارة المجالس المشتركة. لما أتكلم أنا عن أنه بدنا أدلة، بدنا إثباتات عشان نتحرك أمام القضاء، مش عشان نتابع المشاكل الفنية. المشاكل الفنية ونكون بمتابعتها. لكن العصارة في العصارة حوالين زهرة الفنجان ممكن أنت تستشعر لحالك بدون أي شكوى أنه في خلل، أنه
الريحة اللي نحن لا نتحرك بناء على شكوى فقط. احنا عندنا زيارات دورية وفجائية وميدانية وفي كل الأوقات. 18 تقرير فقط في العام 2018 تقرير غير الزيارات الغير بس ما وجود دائم فنجان وجود على مدار الساعة. هذا المكان ألا يستحق وجودا دائما بالنسبة لا لأنه في إشي في خطة الإدارة اسمه الرقابة الذاتية اللي بمارسها مكب المنيا يبلغنا دوريا بكل الأمور الفنية الموجودة. طيب الرقابة الذاتية دكتور عزمي هاي تنفع عنا للرقابة الذاتية فقط بالقانون ينص عليه. واضح أنه في السلطة في كل مؤسساتها في عدد كبير من الموظفين ولكن على في الجانب العملي في نقص كبير. شوف قديش عندنا احنا في المؤسسه الامنيه فيها عندنا جنين عندنا موظف واحد لسلطه البيئه موظف واحد موظفين بس في المكاتب هون ليش بتعينوا في المكاتب عين في مكب فنجان واحد خصوصي ميداني. على كل مش هاي المشكله. المشكله انه مثلا مشكورين جدا ضابط الجمركيه واللي بيشتغلوا في معظم القضايا اللي احنا بنلاحظها في هاي الفترات الاخيره. طب يا عمي عددهم محدود 360 تقريبا عدد شو بدهم يكفوا. طب يا عمي في عندنا في الامن الوطني الاف حولي لهم 3 كتائب دربهم اسبوعين على الضابط الجمركيه وانقل لي اياهم حول للشرطه. انت عندك في المخابرات والامن الوقائي اعداد لا تعد ها انقلهم دربهم حولهم للشرطه حولهم للضابط الجمركيه بتزبط الوضع. كانت نتيجه فحص برزق في المختبر واصله وقالت صراحة أن هناك أثبتت نتائج الفحوصات بأنها مواد خطرة. هذا أولا. ثانيا اللجنة ستنهي عملها. التحقيق سينتهي خلال يومين وخلال يومين سأخرج وأتحدث بكل شيء. يوم الأربعاء كان هذا الحديث كما أنا بصفتي ليس من سكان المنطقة أولا من سكان المنطقة وثانيا بصفتي كصحفي أنا أطلب الآن رسميا من سلطة البيئة اللي هي تترأس اللجنة الوزارية إنها تعطيني نتائج التحقيق. شوف ملفي التحقيق ملفي التحقيق مش ملك لسلطة جودة البيئة. طيب ملف التحقيق الوزاري هو ملك. دكتور عزمي أخيرة في 20 ثانية بقول في استخلاصات فنية وإدارية ومالية ولكن في استخلاصات عامة حول مسؤولية وزارة الحكم المحلي مسؤولية وزارة الصحة مسؤولية سلطة البيئة لازم يتحملوا المسؤولية وبالتالي يجب أن يشار أنه جرى تقصير من خلال هذه المؤسسات والمسؤولين الأولين عنها هم المسؤولين مش الموظفين الفنيين الأشخاص شكرا. لكل الشكر والتقدير لهم. شكرا لك دكتور عزمي الشعيبي مستشار ائتلاف أمان. الشكر موصول لمراد المدني مستشار قانوني في سلطة البيئة. شكرا جزيلا لك وأيضا نشكرك جزيلا الزميل الصحفي جعفر صدقة على الحضور والمشاركة. شكرا لكم جميعا. الشكر لكم مشاهدينا في كل مكان. اختتمنا وإياكم هذه الحلقة ربما بحاجة لحلقات أخرى لمعالجة هذا الموضوع وموضوع النفايات بشكل عام في فلسطين. نشكر لكم حسن المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.